السلام عليكم يا جماعة. اليوم قررت أنا وأميرة. أميرة مين في مين؟ في شخص غريب يا جماعة. مين هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين هذا؟ داني يا روني. يا روني هو يا جماعة. تذكروا هذه الباروكة ولا لا؟ هذا مو باروكة، هذا عبارة عن عشة. هذا قشة، هذا بزاعة. يا جماعة اليوم جايين عصابة بدر وقررت أنا وأميرة إننا أنا يعني أميرة قررت راس يعني المصائب. هي راس المصائب كانت فكرتها يا جماعة. والله يا جماعة اليوم حنجننهم، حتسويها مقلب ورا مقلب ورا مقلب. وش على مقالب؟ مقالب نار وشرار. طبعا يا جماعة هذه عدة الجريمة، هذه يعني انتوا لو تشوفوها تقولوا اوكي ايش فيها، يعني هذول الاشياء، بس هذول الاشياء كلها راح تتحول لمقالب. جايتكم في الطريق يا جماعة، مقالب نار. حنسوي مقالب في العيلة كلها، واول مقلب حيكون هو التنكر. شاري. طيب هذه أول زيارة لعصابة بدر عندنا في البيت، وهم ما بيتنا، وإحنا قررنا إنه نستغل هذه جيتهم بما إنهم ما يعرفوا البيت وما يعرفوا شقتنا وين بالضبط، فقلنا نسوي لهم خدعة كده بسيطة. أولها كانت إنه أرسلنا لهم عنوان غلط، مو عنوان المكان، عنوان الشقة، رقم الشقة بالضبط. طيب يا جماعة ليش سوينا كده؟ عشان نوهمه وعشان يحس بنفسه غلط في الشقة. إيه طبعا يا جماعة، كمان عشان نشككهم أكثر قررنا إنه نزين الباب من برا كأنه في أحد عنده عيد ميلاد وأحد ولا، وجبنا بوالين عمره 99. طبعا يا جماعه قررنا ان نسوي انا واميره شويه بروفا كده، وحنوريكم البروفا هذه عشان نطمن ونتاكد. لسه اهم شيء ما قلنا له. ايوه صح. انا حكون واقف قريب من شقتنا، حامل نفسي كاني عامل دليفري وقاعد اوصل. عشان كده رحت السوق وطبعت لي تيشيرت وكتبت عليه انه على شركه، كنا شركه توصيل، حوريكم لقطات منها. طيب يا جماعه رحت محل طباعه عشان اجيب تيشيرت ابيض. شوف الفكره الجنه، يقول لك رجال يلا اعطيني، يقول لك رجال خلصني. حلو يا جماعه الفكره كالاتي، اعطيهم الشرح بسرعه. حطبع لوجو كاني مندوب توصيل لشركه وعلى ظهر التيشيرت عشان ما يشكوا فيا ابدا. ايه حسبوا مندوب توصيل عن هلبس تيشيرت. التيشيرت من ورا فيه لوجو كذا حق شركه توصيل. طيب يا جماعة هذا هو التيشيرت، صار جاهز بس ما كتبنا امازون، امازون ما ادري اذا حيكتبه ولا لا. المهم عبد الرحمن راح يكون راعي التوصيل، عندي شحنتين من امازون، حيلبس هذا التيشيرت، حيلبس هذه الباروكة، حنلبسه نظارة وحيغير صوته وكأنه واقف عند احد من الشقق ويحاول يتواصل معه وما يردوا عليه. راح نشوف عصابة بدر راح تعرف انه هذا عبد الرحمن ولا لا، ولا راح تدخل عادي وتدق علي الباب، وبعدين لما انا افتح لهم الباب حيكون مقلب من عندي. يا جماعة نسيت اقول لكم انه بدر اتفق معايا امس انه راح يسوي مقلب في اميره وخوله، فبعد ما تشوفوا هذا الفيديو لازم تروحوا قناه عصابه بدر وتشوفوا المقلب اللي حيسويه بدر في اميره وخوله وريما. يلا يا جماعه مستعدين تشوفونا كيف صار شكلنا؟ 1 2 3 ترى. لا اسمع كده خليك، وانا ما ادري ليه ابين، انا حاعطيهم ظهري ما حيشوفوا وجهي، هذا المكان ما حيشوفوه. طيب انا انت اللي انت اميره حتفتح لهم الباب. انا هفتح لهم الباب وما ادري كيف امسك الكاميرا عشان ما تبين انه او ماي جاد. ما حنقدر نصور ولا لا؟ الحين حنسوي بروفات، لازم نسوي بروفات، حوريكم المكان. طيب اللي حنصور فيه. يلا تعالوا تعالوا. طيب يا جماعه هنا عندنا الاسانسير، يعني هم حيمشوا عبد الرحمن هنا حيكون معاه الشحنات في يده وحيحاول انه كانه يدق على هذا الشقه وما في احد يفتح له الباب. ويلا ورينا الصوت اللي حتقلده عبد الرحمن. سلام عليكم يا باشا. لا والله يبين تستاهل والله. عيد سوي بروفات لازم. لا 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 اقعد اجرب بروفات لما اضبط الصوت. طب خلينا نسمع، خلينا نسمع الصوت، خلينا نسمع الصوت. السلام عليكم يا باشا، الاوردر بتاع حضرتك موجود قدام الباب. اما الوصله تحفه عندك. خلاص المهم حنحط الكاميرا هنا في الارض وحنخبيها ورا الشحنات ان شاء الله ما ينتبهوا. بعدين اذا ما عرفوني ومشت الامور على خير حيروحوا بهذا، حيطنشوك طبعا وحيروحوا عند الباب اللي هو شقتنا هنا، ولما يوصلوا قدام الشقه حيدقوا الجرس وحتفتح لهم مين؟ يس از ذات عبد الرحمن اند اميره هاوس؟ نو. يا جماعة لحد الآن ما أعرف إيش من لغة تكلم وإيش من لهجة تكلم، لو هو عربي فلازم كمان أسوي بروفات. المهم حنقضي الحين وقت في بروفات وإن شاء الله يا رب ما يكشفونا. إن شاء الله. أبغى أشوف ردة فعلهم.
طبعا يا جماعة زينا الباب وجهزناه على اساس انهم ينخدعوا ويحسبوا بيت ناس ثانيين وعندهم عيد ميلاد ولدهم او شيء عمره 9 سنوات، لانه ليه مستعد تكون 9 سنوات، عشان كذا جبنا هذه البالونة. قالوا خلينا نسوي بروفة، لحد الان الجماعة لسه ما سوينا البروفة. يلا يلا جرب التظبيطات يا جماعة على قدم الوساق. صار لنا كم الحين قاعدين هنا؟ نص ساعة. نص ساعة قاعدين. شوفوا اكبر اول مشكلة اكتشفتها انه لمبة الكاميرا كانت مبيرة، فقلت لا 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 حيعرفوا على طول. اللمبة الحمراء طبعا ما تشغل الكاميرا، فحطينا عليها لصق من هنا عشان ما تبين. دبلنا اللصق 13 مرة. علي شوفوا والله ابدا ما تبين. شوفوا شايفين مو مبين الحين. هذه حتصور هذه الجهة طبعا لما ينزلوا من الاسانسير. حطيت كاميرا هنا جوا كمان عشان تصور المنطقة هذه. هذه حتصور هنا. والله فكرة جهنمية. لا والحين كمان تصنع السوبر ماركت عشان يجيب لنا اكياس من عنده. كذا شوي عشان نعمل لخبطة في هذا المكان، وكمان اميرة حتقول لكم ايش حتسوي. طيب يا جماعة شوفوا ايش لقيت عندي. والله الحمد لله اني شاريتها هذه، حسيناها مرة كبيرة. حسينا انه بدر حيكشفنا انه ما في احد شعره كذا. ما في احد شعره كذا، فحكون التركيز كله علي يعني. حيشوفوني قاعد كلهم حيطلوا مين هذا اللي شعره كذا كذا. طب الحين انت حتى مفضوح. لا لا انا بصاجية وحضبط الامور. شوفي حامل نفسي ما ادري افكر اني لا من ورا، من ورا ما يبين. اشوف شوف من ورا مرة ما يبين. والله لو والله لو انا وقفت وراك ما راح اعرفك عبد الرحمن. لو ايش يعني كذا يبان انه طبيعي بس شوية من قدام انتبه. لا هم ما حيشوفوا الوجه من قدام اكيد. اي 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 خلاص ميمي. فخلاص نعتمد هذا اميرة. احسن من هذا، هذا يبين ودراسته مرة مبين. اوكي يا جماعة من ضمن المقالب راح اسوي راح نضيفهم احلى قهوة سعودية. الله مع البهارات بس القهوة مو سعودية بس قهوة مع نكهة البهارات. الحين راح احط القهوة. كم نحط ملعقتين؟ خليها كذا خفيفة صح؟ بعدين نحط عندنا هنا هيل. هيل حلو صح؟ مع طبعا اكيد اكيد هيل. ايوه وبعدين بعدين عندنا بودرة البصل. هتشوف ردة فعلهم. انت قول لهم ابغى اقول لهم اميرة حتضيفكم احلى قهوة ما قد دقتوها زي. لا 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 لو قلت لهم كذا اميرة حتشكوا، حقول لهم قهوة عادية. ايه طيب يلا بهارات دجاج مخلوطة. الله برياني شكله كثر 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 كمان خلاص يكفي. كمان 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 حرام حيكرهونا. المهم الحين حخلي لانه ايش ما ابغى اسوي قدامها لانه المطبخ زين شكله لسه ما جاء يا جماعه فهذا قبل يجوا. هذه خلاص بعدين احط عليها مويه حاره وخلاص. الله عليك يا الله. يلا يا جماعه جايين. والله بدر فجأة بدر قال لنا الحين انا جاي في الطريق. انا حاطه مناديل فمي عشان يتغير صوتي. يلا 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 مع السلامة. اوكي سر كان بدر اوكي 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 سر اوكي Okay. In front of the door, sir. 1005. Okay. It's not here. Where is it? What is it not here? It's not here. هل على أميرة؟ لا 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 Yeah.
تخصيصا وطباعته الحارس معايا يلا تفضل تفضل يلا حيا الله من جانا نورتونا والله يا هلا وسهلا حياك الله طالع عصفر عصفر ايش ايش الخوف يروح لا 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 كيف بس الميت ترى انا سويته سكر مره ها اميره خلطت بصباعي والله جلا 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 طيب بما انه ريما وجوانا عزوز تحب القطط ولا لا اكيد الحين حجيب لكم مفاجاه اوكي مستعدين يلا 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 تعالي هلا والله هلا بالضيوف تعال نقولكم ايش باين ولا لا وين شو حصل شو وجهه والله ما عاد شو وجهه لعبت في قاعد تطلع لسانها هذا عمره 9 سنوات ايه وهي هذه 8 تقريبا 7.5 8 صح 7.5 9 سنوات ما شاء الله ايه اكبر منك يا عمر ايش دخلني الله من جانا طبعا اميره قاعده تضيفكم دحين قاعدين نعلمها الدله في اليسار والفنجان في اليمين ايه علوم علوم صح تعرف قبل شوي قاعدين نعلمها احنا تفضل هذه قهوة سعودية. إيه. ما شاء الله. نو. لا تشربيها. ليه نو؟ لا تشربيها. إيش حطت فيها؟ حطت فيها. مقلب صح؟ لا تشربيها. لا تشربيها. شيء قهوة عادية ايش قصدكم انه اميرة ما تعرف تسوي قهوة افا افا يا ذا العلم والله ما تدري ايش حطيت وياه لا زعتر مدري ايش صح والله حطيت لكم بهارات دجاج لا لا انيون باودر بهارات دجاج والله كان عندهم والله ما ادري انت حطيت اشياء كثير صراحه والله ضربتين في الراس توجعنا واقفه هنا سلامتك الله سامحنا بس قلت اضيفكم القهوه حقي طبعا ريما خلاص قررت انها تتبنى توم خذي خذي خلاص مره اميره تتنازلي عنه؟ لا هذا ولدي الفكر هذا تعبت فيه ربيته 9 سنين يا جماعة ما أعطي بسهولة أوكي يا جماعة الحين طلعت المفاجأة الجوانية يلا يلا Are you ready guys? It's for you جوانا This thing you've been wanting for I don't know هذه لا 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 تخافوا يعني ما في شيء You're gonna love it It's gonna sure. be a spider or لا لا يلا افتحي يا جوانا خلاص هذا you're gonna love it I'm sure okay هذا الشيء كان شو من زمان الله okay okay you're gonna really love it okay this is إلين تبي إلين تبي إلين تبي إلين مقربة المفاجآت okay are you ready ترى جوانا أنا. Yes. أنا. Ready. Yes. بدر. جاهز. بدر. اللي أنا. يعني أنت لك دخل في الموضوع هذا. نحن اللي يعني أسمع هنسوي حاجة. هنسوي تحدي لعبد العزيز بس أنت يعني موافق ولا لا؟
اي لا خذوه. اوكي ما قال قال اوكي ما عنده مانع يعني خلاص خلاص 100 100. اي عزوز don't look okay close your eyes close بس مره ما تشوف okay. اي لا تشوف غمض عيونك يلا شوف. لا 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 وريهم وريهم على واحد واحد وريهم على واحد. هذا مسك راسه. اوكي يا جماعه يلا عبد العزيز نبات تختار يا نعم يا لا بسرعه. نعم نعم الحين قاف العين هذا اي خلاص خلاص والله انك كفو يا عزيز. خذ من ابو 500. انبش طيب طيب يا جماعه كده خلصت سهرتنا مع عصابه بدر. شرفتونا ونورتونا طبعا والله انبسطنا كثير. الله يعافيكم ان شاء الله تكون الزيارات اكثر في المستقبل ان شاء الله. ما تكون غير مقالب وبصل. ايه صح غير مقالب. يلا راس المصاري ان شاء الله المره الجايه عندنا ان شاء الله باذن الله. نورتونا وشرفتونا. نسوي لكم مقلب احذفكم من الدور العاشر. ايه ممكن صح ممكن على المسبح. ايوه صح اهم شيء تخرج سالمين. والله نورتونا نورتونا والله. يهو ارحمي نفسك شويه. شافت الطاوله ما في احد مراقب عليها قاعد كل شويه تاخذ من الكيكه تاخذ من الحلويات تاخذ. إلين يعني النشاط مليون اليوم. ها إلين شكلها ما حتنام. إلين إلين الله 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 والله يا جماعه إلين اليوم بسطت بسطه على الاخر. ليش؟ لان جوانا ومجود يتكلموا انجليزي وهي إلين يا جماعه تحب الناس اللي يتكلموا بالانجليزي. اي لانه هذا اقرب لغه صار لها يعني اكثر لغه تفهم فيها يعني. يس والله مره 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 انبسطنا مع عصابه بدر. ان شاء الله ما يكون يعني زعل شويه من المقلب اللي سواه. والله الله يسامح بدر على المقلب اللي سواه فينا يا جماعه. يا جماعه بدر سوا فيهم مقلب سوا في اميره وهذا متفق معاه بالاتفاق معايا. تخيلوا ريما بكت وانا من جوا كذا قلبي يغلي يغلي والله حسيت. لا لازم تروح قناه عصابه بدر وتشوف المقلب اللي سواه في اميره وخوله وريما. والله انا احنا قعدنا نستوعب الموضوع ساعه يمكن. الله يسامحكم والله حنردها فيكم يعني حنرد. انا مالي دخل هذه فكره بدر. اي اي صح صح صح. طيب يا جماعه بكذا نكون وصلنا لنهايه الفلوق. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معانا وعجبتكم المقالب اللي سويناها فيهم. لا تنسوا تدعمونا باللايكات الكثير وتشتركوا في القناه اذا ما كنتم مشتركين. واهم شيء يا جماعه تفعلوا زر الجرس مهم جدا عشان يوصل لكم الفيديو اول ما ننزله. وتابعونا على انستغرام سناب شات حسابات راح تلاقوها على الشاشه تحت الوصف. نشوفكم في الفيديو.